الولايات المتحدة ترفض مسألة دخول رفح، أو لنقل هي توافق على دخول رفح ولكن وفق شروط معينة. ولكن بالحديث عن الولايات المتحدة، أنتوني بلينكين معروف أنه في المنطقة ومن الرياض كان يقول لدى حماس مقترح سخي للغاية كما وصفه، وعليها أن تقرر بسرعة. لكن مطالب حماس حقيقة واضحة منذ البداية، هي مسألة وقف إطلاق النار بشكل كامل، عودة النازحين إلى المناطق الشمالية التي خرجوا منها، أيضا مسألة الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة، وبعض التفصيلات الأخرى المتعلقة بالأوضاع الإنسانية أيضا، ومسألة إعادة الإعمار منها إدخال المساعدات وما إلى ذلك. إذن لماذا تحاول الولايات المتحدة من جانب وإسرائيل من جانب آخر الالتفات على أو الالتفاف على هذه المطالب؟ نعم، إذا أردنا أن نعيد تقييم الحرب خلال يعني بعدما يقارب 200 يوم وأسبوع، حقيقة هناك مؤشرات مهمة جدا لابد الوقوف عليها، وهذه المؤشرات استطاعت أن تحدد وتوضح طبيعة المعركة وإلى أين وصلت. يجب أن لا نغفل أن هناك حراكا جماهيريا طلابيا في أمريكا، هذا الحراك غير مسبوق، هذا الحراك قد يعني يودي بمستقبل بايدن ويخرج الحزب الديمقراطي من حلبة المنافسة، هذا مهم جدا في الانتخابات المقبلة. ما يجري في أمريكا مهم في تحديد مسار الضغوط الأمريكية على نتنياهو. الأمر الآخر متعلق بنتنياهو شخصيا، أي أن هناك دعوة في محكمة الجنايات الدولية، هذه المحكمة الآن تضع على رأسها رأس المطلوبين هو نتنياهو، وهناك خوف لدى الحكومة الاحتلال أن يكون نتنياهو تحت تأثير المطالب بحيث أنه يتم اعتقاله في أي دولة من الدول التي تتعاقد مع هذه المحكمة. لذلك هناك حقيقة مؤشرات مهمة قد تعيد الخطاب في التعامل مع نتنياهو. لمسنا في مؤتمر بالأمس، مؤتمر الرياض، أن هناك تحولاً في بعض الخطابات التي كان تكلمها بعض الدول، مثلاً سامح شكري وزير الخارجية المصري تكلم عن وجود حماس في أي معادلة، أي بمعنى أن حماس لم يكن في تصريح سابق يعني قبل شهر أو شهرين كان يتحدث على أن حماس هي خارج الصف الفلسطيني، الآن هو بالعكس والآن يضحى ضمن أي ترتيب آخر، بالإضافة إلى تصريحات وزير الخارجية الأردنية الدائمة والتي كانت تعتبر أن حماس فكرة ولا يمكن تجاهلها. الآن هناك من يتكلم في مرحلة ما بعد نهاية الحرب بضرورة وجود حماس ضمن المعادلة، إما أن تكون في ضمن ترتيبات غزة أو أن تكون ضمن ترتيبات يعني السلطة إجمالا، يعني بالتالي لا يجب إهمالها. وهذا الخطاب تغير عن قبل أشهر عندما كان الجميع يتكلم على أن حماس هي داعش وحماس خارج المنظومة. هذا الأمر أنا أعتقد هو الذي دفع باتجاه الحديث عن صفقة، هذا يفتح شهية المقاومة أكثر، أي بمعنى تستطيع حماس أن تغرز شروطها أكثر في طاولة المفاوضات وتصر على شروطها المتمثلة بانسحاب الجيش من قطاع غزة، وقف العدوان بالكامل، وإتمام صفقة المفاوضات صفقة الأسرى، وإدخال المساعدات ورفع الحصار. هذه الشروط التي تضعها حماس من أول يوم. تعتقد قيادة حماس أن الظروف الآن هي مواتية أكثر ربما من قبل شهر أو قبل شهر ونصف. الأمر عكس تماما لدى حكومة نتنياهو التي ترى أن عليها ضغوطا هائلة في الشارع الإسرائيلي. قبل أشهر كان الشارع الإسرائيلي مجمع على الحرب ومجمع على ضرورة أن يكون الحل العسكري هو الحل الأقوى في الإفراج عن الأسرى وإتمام الصفقة، أو قبل إتمام الصفقة الإفراج بالقوة. لكن الآن هناك خلاف واسع وخلاف عميق بين أجنحة المجتمع الإسرائيلي، إن كان في المتدينين، إن كان في العلمانيين، إن كان في المعارضة. هذا يدفع اتجاه إتمام صفقة ولو جزئية على رأسها يتم إخراج الأسرى ويتم مقابلها إخراج مجموعة من المؤبدات الفلسطينيين، وربما إتمام وقف أو هدنة مؤقتة من خلالها يتم إدخال المساعدات، ويتم من خلالها كذلك فتح المجال للشمال للنزوح إلى العودة إلى
مناطق الشمال للمواطنين الفلسطينيين المهجرين.